اهتمام كبير أولته الدولة المصري على مدار 8 سنوات لملف الأيدي العاملة، وهو ما دفع القيادة السياسية لتبني منظومة تطوير شاملة للنهوض بتلك الشريحة المجتمعية الهامة. للمزيد نتابع العرض التالي. منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في يونيو من عام 2014، فقد أولى اهتماماً كبيراً بملف الأيدي العاملة من خلال استراتيجية شاملة تستهدف النهوض بأوضاع هذه الفئة. وخلال 8 سنوات الماضية واجهت الدولة الكثير من التحديات، وكانت القيادة السياسية حريصة على ضمان حقوق العمال وحمايتهم، وظهر ذلك جلياً خلال أزمة كورونا، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المتضررة جراء فيروس كورونا بقطاع السياحة والقطاعات المتضررة الأخرى. أما على مستوى العمالة غير المنتظمة، فوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف 6 دفعات بقيمة 3000 جنيه وبإجمالي ما يقرب من 6 مليارات جنيه. كما تم إصدار أكثر من 367,000 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، منهم 23,489 عاملاً من صغار الصيادين وبقيمة 23,818,000 جنيه. في مجال التشريعات، تم إصدار العديد من القوانين التي تحقق مصلحة العمال، ومن بينها قانون الخدمة المدنية وقانون حق التنظيم النقابي. كما تم الانتهاء من مشروع قانون العمل بتوافق كامل بين طرفي العملية الإنتاجية. نجحت الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في خفض معدلات البطالة، حيث انخفض خلال الربع الأول من عام 22 إلى 7.2%، ويستهدف برنامج عمل الحكومة خلال عام 22 خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنوياً. كما حرصت الدولة على تحسين أجور العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، وفي هذا الإطار وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للعاملين بالقطاع العام، بعد أن كان 700 جنيه في عام 2012، فضلاً عن إقرار علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات سنوياً.